أنا الآن في جامع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إخواتي أهل مكة والمقيمين في مكة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن المرحوم فاروق فايز حسن السعد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. أنا الآن في الطواف لإتمام مناسك العمرة عن المرحوم فاروق فايز حسن السعد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجة خيرا من زوجته، وذرية خيرا من ذريته، وادخله الجنة وأعوذ من عذاب القبر من عذاب النار. اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل. اللهم انقله من ضيق اللحوت من مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، يا رحيم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم من إساءته. اللهم جازه بالحسنات أحسانه، السيئات عفوا وغفرانه. اللهم تقبل منه الخليل وتجاوز عنه التقصير، يا متجير المستجير. اللهم أحمه تحت الأرض واستره يوم العرض، ولا تخذه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم. اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك، وارحمه برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وتجعله حفرة من حفر النار. اللهم افتح أبواب السماء لروحي، وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل على قبره الضياء والنور فاستوى السرور. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل في هذه العمر موازينه. اللهم اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.